بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة الأفاضل، حضرات السادة المستمعين، نحن اليوم بصدد معرفة أحد مكاتب الجبارة في الأندرويد، ألا وهي البتر نايف. إيه بقى الكلام الهكس اللي أنا كنت بقوله، وإيه الليلة الوش اللي أنا قلتها دي؟ بص يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم النهارده عن مكتبه من مكتبات الاندرويد. طبعا المكتبه دي اسمها باتر نايف. طيب باتر نايف ده انا بستخدمها في ايه؟ بص يا سيدي، احنا كطبيعي لما بيبقى عندنا ديزاين كده اهون، بيبقى فيه طبعا حاجه اسمها ايديت تكست اللي احنا بناخد منها الانبوت عادي، تمام، وبنقول له ريجستر، بنعمل ايا كان اللي بنعمله، تمام. بنروح لكود الجافا، وكنا بنعمل دايما ايه، اديت تكست، اسم الاديت تكست فايند فيو اي دي، وهم مديله الاي دي بتاعها، تمام. طبعا دي مش اديت تكست بس، ما علينا دلوقتي، هي ايه، اعتبرها شبهها. فاحنا كنا عشان نربط الفيو بكود الاندرويد كنا دايما بنعمل فايند فيو اي دي ونديله الاي دي، صح؟ طيب انا بقى يا عم افرض عندي البتاع دي كلها مليانه كده، وانا كل شويه قاعد اكتب الحاجات دي بايدي، في لوجن هعمل، في ريجستر هعمل، في هوم هعمل لها اي حاجه، لها اي دي هعمل لها فايند فيو اي دي، فانا مش هقعد اعمل كل شويه الكلام ده بايدي، تمام. فقال لك ايه، احنا هنعمل لك مكتبه تعمل لك الوش ده كله بايدك. بص خلينا نعمل ده كومنت كده، للي مش عارف برضه الكومنت انت ممكن تحدد، وكنترول وحرف الظا هيقوم عاملهم لك كومنت، لو ضغطت تاني يشيله اهو، تمام، ملناش دعوه بالكلام ده. المهم المكتبه بتاعتنا النهارده عشان نشغلها هنروح على ملف الجرادل، تمام، ونيجي هنا كده في اي حته نعوض في الديبندنسز، بنحط المكتبه بتاعتنا بقى السطرين ده، هم ناخدهم كوبي كده ونقوم ايه حاطينهم هنا كده، ونعمل سينكرونايز، تمام. عود نفسك اي مكتبه تستخدمها، اعمل فولدر كده سميه لايبراريز، وحط فيه اللايبراري عشان ايه ما تحتاجها. طب بتجيب اللايبراريز دي منين؟ من على النت. بتكتب اسم اللايبراري هيقوم جايب لك الكود بتاعها، وانا باذن الله هحط لكم الكود ده في الديسكريبشن، تمام، اللي هو السطرين بتوع المكتبه، تمام. هو بس نستنى يعمل سنكرونايز، هيخلص سنكرونايز، انجز يا لولو، خلص سنكرونايز، تمام. في رأي، في طريقتين للبتر نايف. في رأي بيقول لك اكتبها بإيدك، اللي هو مثلا عايز تعمل مثلا اي دي، هتقول له مثلا هنا كده ات بايند. بصوا انا مش همشي بالرأي ده، احنا عايزين ننجز، انا عايز ضغط الزرار واحدة ايه اشغلها. ماشي، اول حاجة احنا خلاص حطيناها هنا بس، تمام. بعد كده هتيجي اهو كده في الفايل، في حاجه اسمها بلجن. فين بلجن؟ بلجن 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 بلجن، كنت شايفها هنا يا جدع. طيب افتح السيتنج، هنا البلجن هنا ايه، تمام. هتقوم جاي في السيرش اهو، كاتب ايه، بتر، بتر بس، وقوم ضاغط اهو كده عشان يدور لك عليه، هتلاقي جايب لك بتر نايف اهو، زلزني ده هي بتاعتنا اللي احنا عايزينها، وهنقوم ضاغطين لها انستول، تمام. هي السطة بتاعي يقول لك بس رستر الاندرويد، قول له ماشي يا عم رستر الاندرويد براحتك، وقول له اوكي رستارت، قول له رستارت. الخطوة والوش اللي احنا عملناه ده اول مرة بس، يعني تثبيت الانستول بتاع الباتر نايف دي هي اول مرة بس، تمام. بيفضل بعد كده متسطب في الايه، في الاندرويد ستوديو على طول، تمام. لكن الكودين اللي هو السطرين بتوع الجرادل دول لازم ان انت بتحطهم دايما في اي مشروع تبتدوه، تمام. هو كده زي الفل اهو، احنا بقى زي اللي طفل زي اللزاز كده، احنا كده خلصنا اهو. طب فين بقى يا عم اللي هو الفايند فيو اي دي اللي انا عملتها؟ بص بقى يا سيدي، انت طبعا هتتاكد ان انت مدي اي دي هات عادي، هو انت دايما بتدي لكل فيو بتدي له الاي دي بتاعه، تمام. كل فيو انا مدي له الاي دي بتاعه، اي دي اي دي، تمام. هتقوم جاي اهو بس في كود الجافا، بدل ما تعمل فايند فيو اي دي بقى، هتيجي على الـ على اللي اوت، اللي هو اللي اوت ده، تمام، اللي هو ايه اللي في الاي دي، هتقوم ضاغط ايه، الت وانسرت، تمام، او خلينا نقول كليك يمين مثلا، كان بتهيألي في جنريت اهي، جنريت هيقوم فاتح لك دول اللي احنا بنعمل فيها كونستراكتور مثلا، تمام. بس احنا دايما عشان نبقى حافظين هي الت وانسرت، وهتلاقي في حاجه اوبشن جديد ظهر لك تحت اهو اسمه ايه، جنريت باتر نايف انجكشن، عايز تحفظها بقى كنترول شيفت بي، ماشي كنترول شيفت بي، ما تقف عليها طبعا، كنترول شيفت بي مش عايزه تيجي، ما علينا، الت انسرت، وتختار الاخير دي اللي هي ايه، الباتر نايف، تمام. قام جايب لك اللوحه دي، بيقول لك ايه، انت عايز تقرا ايه من اللي اوت،
هل عايز تقرا الايديهات ولا عايز تعمل اون كليك؟ سيب الاون كليك دلوقتي، هقول لك ايه. انت كنا عايزين الايديهات اللي هم بتوع التكست انبوت، انا مش عايز دول اللي هو ايه التكست فيو ولا البوتوم ولا الراديو يا عم، انا عايز بس الايه الايديت تكست زي ما انا كنت عامل. وهتقوم ضاغط له كونفيرم، شوف هو عامل لك ايه. بص قام عاملهم لك في سطر واحد اهو، يعني عاملهم لك في ضغطه زرار واحد، وحط الايه الباتر نايف دوت بايند دي مالكش دعوه بيها، تمام. بس كده بعد كده بقى على طول اهي الت انسرت، وهتقوم جنريت وضغط اللي انت عايز تعمل له ايه الاليمنت ده اللي هو الاي دي. طيب احنا دلوقتي لو رجعنا لايام زمان كنا برضو بنعمل ريجستر، انا عايز اعمل له اون كليك، كنا بنيجي هنا ونقوم عاملين اون كليك هنا، سواء بتكتبها من هنا او بتكتبها من كود الاكس ام ال، ونقوم كاتبين له اسم الميثود، ونرجع في الجافا ونقوم حاطين تحت اسم الميثود ونقول له فيو في فيو اي اسم، تمام. ما عادش الكلام ده بقى، احنا شغالين بالباتر نايف الت انسرت ونيجي جنريت. انت مثلا عايز يا عم تعمل اون كليك لمين؟ انا عايز اعمل اون كليك للزرار اللي هو تحت ده اللي هو الريجستر. طيب في يا عم كان في زرار كمان اسمه اللي هو بيرجع للباك ده، تمام. انا عايز اعمل له كمان يا عم، هو راح فين اهو، عايز اعمل له كمان يا عم جنريت الاخيره اهو، انا عايز اعمل الزرار اللي هو انا عامله تكست فيو وللبوتوم، انا عايز اعمل الاثنين دول اون كليك، تمام، وكونفيرم. هيقوم عامل لك ايه بقى؟ هيقوم عامل لك الميثود جاهزه وفيها الايديهات مالكش دعوه، اللي هو لو ضغطت على ده او ده وحطهم لك في سويتش جاهز اهو، وبيقول لك لما تضغط على زرار ريجستر يعمل ايه، ولما تضغط على باك لوجن تعمل ايه. فانت بقى ايه ما تعيش الدور عليا وتقعد تعمل لي ميثود وفيو في وفايند فيو اي دي وكده، انت شبح. لا اهي في اقل من دقيقه ان شاء الله لو ميت فيو هيقراهم لك في ثانيه، تمام. فدي الباتر نايف. بعد كده بقى الاستخدام عادي بقى، عايز تستخدم بقى هتقول له مثلا كنت بتجيب جيت تكست بقى مثلا اسم واحده ايه، هتقول له هنا هي دي مختلفه بس شويه، جيت اديت تكست دوت من اول هنا بقى انت عارف جيت تكست بقى دوت سترينج، وتقوم عامل له سيمي كولون والت انتر وتحطها في متغير سترينج، وتقول له ده مثلا باسورد اللي انت عايزه عيشه بقى. يبقى دلوقتي الباتر نايف مراجعه سريعه لها سطرين بنحطهم، وانا هحطهم لكم في الديسكريبشن. واول حاجه بنسطبهم من سيتنج وبنضغط بلجن ونقوم باحثين عنها باتر نايف، هي هتظهر عشان احنا مسطبينها، تمام. وتقوم عامل له انستول وتعمل ريستارت للايه للاندرويد ستوديو، وتيجي هنا عشان تقرا الايديهات هتقوم جاي على الـ على الـ على اللاي اوت اللي هو في الايديهات اللي انت عايز تقراها، واقف عليه بس كده اهو، وتقول له الس انسرت، وتجيب البتر نايف الاخير. سواء بقى عايز تعمل ايديهات اقرا الايديهات من هنا كده اللي انت عايزها، تمام. عايز تعمل اون كليك اعمل اون كليك، يعني شوف لو انا عملت اون كليك لكله هتلاقي جابهم لك في سويتش زي ما احنا جايبين، تمام. كده خلصت يا معلم، دي كده مكتبه البتر نايف. اتمنى تكون استفدتم الفيديو باذن الله. سلام.